أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة بأن مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا بتعزيز جهودها لتحقيق الاستدامة في شتى نواحي التنمية خلال العقود الماضية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم والمتابعة المستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نعم، جاء ذلك خلال الاجتماع التعريفي الذي عقد بشأن إعداد مملكة البحرين للاستعراض الوطني الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة الذي سيتم تقديمه خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي سيعقد في مدينة نيويورك في شهر يوليو من هذا العام. قالت وزيرة التنمية المستدامة إن الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين يمثل فرصة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أجندة 2030. من جانبه أشار الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى أن الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة يكتسب أهمية خاصة لكونه يتمحور حول مفاهيم التحدي والاستجابة ورؤية الإنجاز، ويبعث إشارة واضحة بأن مملكة البحرين تضع التنمية الشاملة والمستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية. بدوره أشاد السيد خالد المجود المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين بما تبذله حكومة مملكة البحرين من جهد دؤوب في التحضير للمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة. الاستدامة والتنافسية والعدالة شعار مملكة البحرين في مسيرتها التنموية الشاملة التي حققت من خلاله العديد من المنجزات في مجال التنمية المستدامة ما مكنها من نيل ثقة دولية في هذا المجال. فمملكة البحرين لعبت دورا فعالا بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومضت بسواعد أبنائها وقاطنيها للبناء والعمل لتحقيق التطلعات ما يعود بالنفع على الوطن وجميع سكانه. مهم جدا أن يكون الاستعراض الوطني يعكس عملية متكاملة اللي تجمع جميع الأطراف الموجودة في مملكة البحرين، وإحنا ما بس نذكر القطاع العام والقطاع الخاص بل بالإضافة إليها جميع الأكاديميين والمجتمع المدني اللي لهم علاقة بملف المرأة وملف الشباب والأكاديميين وغيرهم طبعا، والسلطة التشريعية طبعا لها دور كبير. فإحنا راح إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة راح يتم عقد عدد من ورش العمل اللي تم خلالها استعراض أهداف التنمية المستدامة، شنو هي الإنجازات اللي تمت، شنو هي الخطط اللي موضوعة حاليا، شنو هي تطلعات حق جميع هذه الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إن شاء الله. تجربة مملكة البحرين في تقديم هذا التقرير عام 2018 كانت جديرة بالاهتمام، عكست ما قامت به مملكة البحرين من تنفيذ لأهداف التنمية المستدامة في الأربع سنوات الأولى ومنذ ذلك الحين، وتنفيذ هذه الأهداف يتوالى على المملكة في كافة القطاعات. استراتيجية حكومية مكنت كافة الجهات من السير ضمن خطط رصينة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال شملها لجميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. مملكة البحرين سباقة في الاستدامة وسباقة في دمجها للاستدامة حتى من رؤية البحرين 2030 اللي أطلقت في 2008 حتى قبل أهداف التنمية المستدامة. فإحنا إن شاء الله بإذن الله راح نقدر بهذه العزم وهذه المسيرة إحنا نزيد على هذه الإنجازات اللي إحنا قمنا فيها، بالإضافة إلى توطين هذه الأهداف 17. إنجازات وقصص تحققت على أرض الواقع، وأكدت المضي نحو تحقيق التطلعات المستقبلية من خلال عمل جاد في الحاضر لمواجهة التحديات العالمية ووضع الحلول الدولية الجادة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.